لعب منتخب التونسي انا مالا غالب ما علاش ماكش لعب منتخب التونسي يعاود ديما قالوا مرة اخرى لا عمره ما جاوبني خالد ما جاوبهاش ولا عمره ما جاوبني مكتوب مكتوب لا مش مكتوب فهم شفتك عامل انترفيو في جريده من الجرايد نقراه لك حتى بعديك وحدنا جاوبت عليه حتى لهنا جاوبني عليه نجاوبك 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 كان كنت ممكن في وقت معناتها ما فماش برشا شانجمونات ما فماش برشا كان فما اي جروب قوي برشا بالريزلتا نتاع المنتخب التونسي دونك هما خيروا باش ما يبدلوش وانا بتيتر زاد كنت في الوقت هذاك ما عنديش نيفو دونك انا نقول معناتها ما مشيت خليت اختيار اخر وحاولت باش نتحسن وظهرت الامكانيات نتاعي في دونز ان اوتر معناتها مقتنع وقتها يوسف اللي انت ما عندكش بلاصه في ليكيب ناسيونال ولا أي. عندك وما تمش دعم اي مقتنع اي رب ياسر دبلوماسيه برا متر هذاك 9 امتار 7 امتار مرجعني مرجعني على مرجعك نحبك تجاوبني خاطر كل ما تجي قداش تنبحث من مرة بركل برشا ايه برشا مرات واحسن جواب انا احسن جواب سمعته من عنده ما نجاوبكش صافا احسن جواب نجاوب سليم في بلاصتك انا ممكن احسن جواب نقول بوتيتر النتائج اللي عملتهم كيف خذيت الشوا التحاق المنتخب القطري معناها احسن شوا عملت بالطبيعه الشوا باهي ونتصور فيناليست كوب دي موند وما تصيرش ديما معناها تألق كبير مع المنتخب القطري مش كان مع المنتخب القطري حتى في تجاربك الاحترافيه يوسف ودرنيير مون نحكيو على تألق مع نادي شاخت الفرنسي ما عاد يفصلكم كان مباراه يظهر لي على الصعود والعوده الجو الصحيح نتاع صحيح صحيح كنت جيت بعدك في شهر ديسمبر وقلت لك على البروجي وحكينا حتى في اول الموسم كنت حكيت كنت واثق برشا من البروجي نتاع الكلوب هذايا عندهم معناتها الامكانيات الكل باش ينجموا يلعبوا في معناتها الدرجه الاولى في فرنسا التحقت بهم معناتها ان شوا كان صعيب ياسر لي انا لكن كنت مقتنع بفيو لي كونديسيون اللي شفتهم وفيو البروجي اليوم على المستوى الواقعي معناتها النتائج ظهرت الشوا نتاعي صحيح فرحان برشا بالانجاز هذا الى حد الان معناها 41 نقطة عملنا معناتها اون سيزون ريكور فيها معناتها عديد ال قلت مبروك معناها فيها عديد ال معناتها ال معناتها بوكو دو ريكور معناتها أكثر أول مرة في تاريخ النادي معناتها نفوزوا بأكثر من 20 مباراة في الموسم أكثر أول مرة في تاريخ النادي نقعدوا 16 جولة متصدرين معناتها الحمد لله عاوننا الجروب وحطينا معناتها عقلية أخرى حطينا العقلية الانتصارية متاع البطولات السنة إن شاء الله نطلعوا مازال عندنا مواصلين في بروجي إن شاء الله في الديفيزيون يوسف كان تطلع السنة فما جوارات سورتو في معناها كي توصل للو نيفو ولا الجمعيات كي باش تطلع باش يوسف يواصل مع شارتر ولا باش يبقى يوسف لاعب في الدرجة الثانية الفرنسية يختار هو يحب يكون لاعب في الدرجة ليه هذه تجي مرة شوف شو كي من هذا يجي مرة في كارير سينو معناتها أنت باش تثبت على نفسك أنك ما عندكش النيفو نتاع دي أن شو نتاع تلتحق بفريق في الدرجة الثانية وتطلعوا على يديك أنت هذا يجي مرة في كاريرك ما يجيش ديما معناتها تطلع معاهم في النيفو تطلع معاهم وتوريهم معناتها كيما نقولوا نحن فيزيون أخرى للأمور على المستوى العالي ان شاء الله توا خذينا الاختيار مع لاجون تاعي ان شاء الله باش نواصل العام الجاي في نادي شاختر بورتو معناتها كانت فما سوليسيتاسيون كبيره من نادي فاردار المقدوني لكن احنا خيرنا الاستقرار توا خاصه لو كادر نتاع شاختر مرتاح فيه برشا فاردار مرتاح فيه برشا وكما قلت لك ماخو راحتي وماخو قدري وقيمتي الفنيه خاصه عندك بروجي في فرنسا معناها مادام شديت صحيح معناها والله شوف فما خدم فاردار زاد فاردار اسمك هما بصراحه انا حبيت نعمل لهم من معناتها كيما نقولوا احنا رد جميل للي عملوه معايا هما عاونوني برشا خاصه في الكونديداتور نتاع لي ديبلوم معناتها قاعدين يعاونوا فيا برشا كيما تعرف اتخونجي في فرنسا مش سهل باش تعمل توسكي ديبلومات وبعد دونك فوالا وكيما قلت لك انا مرتاح على المستوى النفسي مرتاح وكادر باهي فيل باهي الناس معناتها طيبين برشا وشيخين نعملوا في جو نعملوا في كره مزيانه طلعنا توا ان شاء الله الدرجه الاولى عام الجاي زاد نفس الشيء بعد عامين باش يعملوا بروجي نتاع صاله كبيره معناتها بنا غنى في 4000 متفرج طموحات كبيره معناها حتى الماغ نتاع شخص كنت حكيت معاه
ديريكتومون عنده بروجي كبير ومتشبث بخدماتي. وانا بالنسبه لي انا مش باش تفرق برشا، لانه اهم شيء على المستوى النفسي تكون مرتاح باش تواصل تالق في اخر مرحله نقول انا في كاريري. معناها اخر مرحله في كاريرك وتحب جنسيه اخرى ما وي علاش تولي تريبل علاش ما عندكش القطريه؟ لا عندي القطرية. عندك الجنسية القطرية في بالي مو على كل وصلت النقطة 41 في البطولة نمروك باهي باهي ما نحبش نقعد غادي يلزمنا 42 باش نطلعوا علاش انا ديما نشوف يوسف يلعب نمرو 41 علاش فما سر فيه؟ لا ما فيش سر، بديت ب 14 بديت برقم 14 اول موسم في الاخوية ترجي معناتها كاريري كل ب 14 اول موسم في نادي الاخوي ب 14 كيف مشيت المنتخب القطري ما لقيتش 14 قلبت دونك قلبت تبدلت كما نقولوا احنا عملت فيراج كبير في كاريري دونك حافظت عليه حتى كي رجعت لاسبيرونس حطيت 41 وكاو معناها نستبخت بيه كما نقولوا تسبخت بنمر 41 خاطر ما زاد ما تلقى حتى واحد يحب علي نمر 41 في هجه الوحيد حاجتك انت نمر 41 حكينا شويه على التجربه تويكا في فرنسا يوسف زاد باش نحكيه بعد شويه على تجربتك مع المنتخب القطري مشاركه نوعا ما الناس الكل ولات تفيزي وتميزي على انه قطر باش تكون حاجه توصل لل خليني نقول في العشرة الأولانيين في البطولات العالم خاصة بعد البرفورمانس الكبيرة وفينال اللي صار في قطر. لكن المرة هذية شفنا المنتخب القطري يخرج من التور الأول ما يترشحش لتور ثاني مع القانون الجديد ثلاثة بركة يترشحوا مردود ممتاز وشفت استاتويتكم بعد كل ماتش لأنه يوسف يظل دو ماتش تاخوهم دو ماتش شفت مارتين ياخذ هوم دي ماتش معناها وسجلت ممكن رقم قياسي في كاريرك معناها في تسجيل اهداف في كوب دي موند هذايا وصلت للتوب بار كونتر شفت استاتويتكم بعد كل مباراه تتذمر من التحكيم. تو انت حكيت لي برشا مواضيع لا ما نحكي على كوب دي موند هذه نبدا لك بالبرفورمانس تاع منتخب قطر سي نورمال معناتها احنا 2015 توفقنا وعملنا مجموعه طيبه ومجموعه منسجمه بعد عمل بديناه من 2013 2015 كانت كما نقولوا احنا احسن نتائج 2016 وصلنا في العمل بنفس المجموعه خلينا كاس اسيا وترشحنا للالعاب الاولمبيه بعد 2016 بعد الالعاب الاولمبيه كان فما تغيير نسبي في المجموعه ل 2017 الكوب دي موند في فرنسا كانت فما تجديد وتشبيب في 2017 نفس الشيء فزنا ب 2018 عملنا دي بيرفورمانس باهين في كوب دي موند 2017 في فرنسا ربحنا المانيا خرجنا اللي كان المترشح الاول للفوز بالكاس خرجناه من بعد وصلنا العمل فزنا بكاس اسيا 2018 من بعد تحب ولا تكره سي نورمال فما جوارات كملوا فما جوارات ما عادش النيفو نتاعهم يتيح عادي جدا في الرياضه فما تشبيب فما معناتها اون ريجينيراسيون ليكيب نتاع 2019 اللي انا نعتبرها من احسن المجموعات لانه براتيكمون 99% معناتها عرب بين قوسين كل الروح نتاع العربي كالقليب نتاع العربي حطينا زرعنا فيهم العقليه التونسيه نتاع الغاش دو فانك خاطر بركلا معناها عندنا سبعه ولا ثمانيه ملاعبيه من اصول تونسيه عملنا معناتها باركور باهي في التحضيرات سي نورمال اليوم فما وليدات صغار ما تنجمش تطالبهم تو سويت بالتالق خاصه في المستوى العالمي. انت هنا بطبيعه على ستاتويت باش نرجع لك باش نحكي لك على كل رياضيا نحكي لك على نتيجه كاس العالم بالنسبه لقطر اللي نشوفوا فيها معناتها عملت نتيجه خايبه اللي هي ريالمون ماهيش نتيجه خايبه 13 على 24 بيلون معناتها 4 فيكتوار 3 معناتها ديفيت بينو ممتاز جدا بالنسبه لنا امكانياتنا البشريه عادي جدا معناها عملنا اخر ثلاثه معناتها اخر ثلاثه بطولات على المستوى العالمي في التوب 10 كما تقول انت دونك بالنسبه لنا احنا في مستوى تو تجديد فما شباب فما ولاد صغار قاعدين يتحسنوا ان شاء الله 2020-2021 يكون احسن وفما معناتها مازال عندنا ما نوريه ان شاء الله ان شاء الله مازال ما يوريه باش نرجع لك تذمرت من التحكي اكيد ذمرت من التحكيم منتخب القطري ذمر من التحكيم مش المنتخب القطري لا لا انت يوسف معناها انا بما انه اي انا بما انه ممكن دوري اليوم في المنتخب القطري ولا اكثر مسؤوليه لانه كما قلت لك معناتها وليت نحس برشا مسؤوليه خاطر عندي تقريبا 6 سنوات في الفريق هذايا وعشت معاه احلى معناتها لحظات في حياتي في مسيرتي الرياضيه اللي اليوم اللي يخليك تتذمر انه نوع من
كما نقولوا احنا البلوكاج يخليوك ممنوع عليك تفوت النيفو هذاك. يعني اليوم منتخب قطر تشوف المباريات مباراة السويد معناتها كان عطاونا الكورة واحدة نترشحوا للدور الثاني وممكن نعملوا بتتر باركور آخر أقل حاجة نعملوا عشر. شكونهم هم؟ نقول أنا نقول التحكيم مش التحكيم لكن عقلية الأوروبي اليوم اللي تقزم تقزم العربي تقزم اللاعب العربي تقزم اللاعب الإفريقي. أنا هذا اللي غيرني لأنه أبخيتو معناتها إذا كان عندك نيفو تخدم على روحك وقاعد تقوم بالليزيتاب بروفيسيونيل الكل مفهوم التناقض صغير. عقلية الأوروبي تقزم العربي والأوروبي عطي قدرك في فرنسا. لأنه أنا فرضت روحي مش كيف لأنه هذا التحكيم لأنه هاو شو نفسرك الفرق الأوروبي اللي عطاني قدري هو محتاج خدماتي. لأنه اليوم أنا فرضت نفسي بالإمكانيات متاعي الفردية فرضت نفسي بالبرفرموس والأوروبي اللي قزم العربي اللي يبدأ باترون إربيتر باترون معناتها يا شايف باترون ما تنجمش تفرض عليه حتى شيء. دونك هذا هو اللي حبيت نقوله. وأنا مش معناتها تذمر تحكيم فما غلط عادية تصير فماش كواليس معناها صارت في الكوب دي نجمش أنا ما نجمش نحكم عليه. أنا اللي حسيته في اللعبي أنا اللي حسيته يوسف اللعبي. شنكون واضح معاك شمشي معاك النقطة الأخرى معناها أنتم اللعبة كانت بيناتكم أنتم ومصر شكون يترشح للتور يا مصر يا قطر يا مصر يا قطر ترشح رئيس الاتحاد الدولي مصري برشا ناس قلت كل شيء انت تو معايا مش انا نحب نقول انا هذا اللي يحكيوا فيه الناس هذا هو يعني هذا هو ينجم هذا اللي حسيتوه ولا اللي صار بالحق هذا اللي حسيناه ينجم انديريكتومون ينجم رئيس الاتحاد الدولي ما عنده حتى شيء لكن هكا يحبوا يقدموا له ربحته مصر يحبوا يقدموا له اون تو دوميني مش ربحنا بركه وصلناهم تصعبون انتم معناها هي فاز على المنتخب التونسي بسبعة بونت معناها ايكيبتنا باهية بورتون صغار وعندنا ما نقدموا وعندنا ما نوريو لكن كما قلت لك النجم انا نبرر رئيس الاتحاد الدولي حسب رايي انا ما يدخلش في الامور هذه لكن تنجم تكون هدايا وحدهم هدايا انديريكتومون يتقربوا بطريقه تنجم تكون وحنا نعرفوا الكواليس في الرياضه كيفاش باه باش نكمل معاك قبل ما نحكيوا على البروجي نتاعك بسؤال محرج شوي كوب دي موند زيني من المحرج لا لا كوب دي موند الاخر كان لعبة تونس وقطر مش باش تلعب ولا باش نقول لك باش تلعب وكلغه تدمع في الدراب نتاعنا وغير شكون توقع يربح؟ شكون نتوقع يربح؟ مع اللي شفت تونس في الكوب دي موند هذه وقطر اللي تحكي عليها كيف ممتاز. انا اللي شفت تونس انا ما قلتش كي قطر كيف ممتاز. لا قلت باهي معناها 99% وجرينتا وعرب. فوالا كان ينجم يكون ديربي كبير وكان ينجم يكون ماتش كبير وبالنسبه لي انا 50-50. 50-50 قمة الدبلوماسية معناها. لا كيف تونس كيف باهي برشا الايفكتيف باهي برشا وتبارك الله جوالات باهيين و عجبك مردود المنتخب في الكوب دي موند الاخر فما ماتشوات عجبني المردود انا خسرت برشا انتقادات لهنا فما ماتشوات عجبني المردود مثلا ماتش المجر معناتها ميتون خشين برشا ماتش السويد ميتون خشين برشا لكن ديما تقعد مشكلتنا مونتال ما نشدوش على 60 دقيقه معناها هذا هو الفينال الاخر دونك فوالا مي هذا واسمع سي توت ان سيستيم سليم ما تنجمش في لحظه تجيب بطوله العالم تقول اي توا نحب نعمل دونك هذا يتحضر من سنوات لكن ديما تقعد كره اليد التونسيه معناتها ريش وفهم كما نقولوا احنا ما يتخدم وان شاء الله في المناسبات القادمه نشوفوا حاجات ما خير ان شاء الله نطلعوا جينيراسيونات باهيه خاطر انت البروجي نتاعك كانوا باش نطلعوا دي جينيراسيون باهيين خاصه في العقليه الاحترافيه نتاعهم بعد شويه نحكيوا على البروجي تاع يوسف بن علي فوالا بعد شويه باش نزيدوا نحكيوا اكثر